أصحاب المواشي عقدوا اجتماعاً في قرية وادي النعم بهدف التباحث في تضييق وزارة الزراعة الإسرائيلية على العرب البدو في النقب. هذا ظلم، أنا بتمنى أن الدولة يعني تصحى كويس. هذول الناس ناس مواطنين البدو، ناس مسالمين، ناس بدهم يعيشوا بكرامة. ممنوع تين الناس ثروتهم الحيوية تبهدلهم باسم القانون، باسم مش عارف ايش، اي قانون. اسرائيل لا يوجد عندها قوانين، هم شلة زعران موجودين في الكنيسة بيسنوا قوانين عنصرية من اجل تهجير البدو، من اجل التضييق على السكان العرب داخل الدولة، من اجل طمسهم وقتلهم والقضاء عليهم نهائيا. نتأمل ان شاء الله ان نلقى تجاوب، فاذا ما لقينا تجاوب فمستعدين ان نوقف لمظاهرة ونجند لمظاهرة كبرى في اخراج اصحاب المواشي للمراعي وتوقيف إطلاق النار على مواشي البدو. بسبب تشخيص حالة واحدة للحمى المالطية، ترفض السلطات الإسرائيلية منح تصريح ل500 رأس من الماشية بالخروج إلى المرعى. عندي 500 رأس غنم، وعشان رأس واحد عطلنا، عطل علينا اليهودي، عطل علينا مرسلة، ومنعنا على المرعى لنا 3 أشهر. الحين صار 3 أشهر، وكل شهر سووه عندي فحص 3 مرات ما طلعنا كي. طلع النظاف، وفوق هذا معجل يطعن مرعى. وين نلتجي؟ نلتجي المصراد حقلوت، بيلاقينا المصراد حقلوت، بقول سعيد بطردنا المرسله، بردنا المرسله. وهذا مش منطق ولا هو قانوني. هذه القرارات وغيرها تشير إلى أن الجمعيات اليمينية المتطرفة التي تتحكم بسياسة وزارة الزراعة الإسرائيلية ماضية في حربها ضد البشر والحجر والحيوان في النقب.